مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سموذي الافوكادو. سموذي كتير كتير طيبة ورائعة وبتبورد على القلب بهالشوبات بالصيفية. شكلها شايفين بشهي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا 2 افوكادو، 2 موز، ملعتين طعام عسل، 3 ارباع الكوب تلج، 3 ارباع الكوب حليب. بنحط الافوكادو والموز بالخلاط. هاي طريقة كتير سهلة لنشيل القشر عن الافوكادو. شايفين؟ كمان الموز. حط الثلج، الحليب، العسل، بخلطهم هلا بالخلاط مع بعض. هذه السموز اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.